مشاهدينا الكرام، متواصل معكم دوما في قناة الجزائر أنوان، وفي فقراتنا لنهار اليوم خصصنا لكم العديد من الوجوه بما فيهم الشاب هذا اللي راه معايا. نقول له الشاب لأنه أصر على أنه باش يكون معايا. معنا ريان مالك اللي راه حاضر معايا. صباح الخير. حياتكم. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. وسمني ريان لقبي مالك. احكي لنا كيفاش تجوزت رمضان؟ عندي اللي ناجي بزاف ما شاء الله. نصلي الله يبارك، ونخرج برا نلعب شويه وندخل. واش بالسنه تقرا ما رايا؟ سنه رابعه. هذا العام حندير سنه خمسه ما شاء الله. هذا العام تقاس سنه تجوز سنه كام؟ العام الجاي سنه خمسه. تقرا مليح ولا شحال تدي لها ماي؟ 9.64 32 ما شاء الله، ربي يوفقك وينجحك ان شاء الله. ريان احكي لي كيفاش اليوم جيتنا وش حبيت تدير كامل؟ حبيت نجي نهضر لكم. ونولي غون جورناليست. نولي غون جورناليست ونولي اون داف. هيا خلاص دوكاتي راح تقدم لنا البرنامج تاع العيد وانا وظيف. هذيك راك الكاميرا. دير كيما انا كنت ندير. صحة عيدكم مرحبا. صحة عيدكم مرحبا بكم. ان شاء الله تجوزوا عيدكم مبارك. نرحب بالضيف نسيتني اليوم. راح عاود عسنا نعاودوا عسنا نعاودوا. راح كما نقول لك صحة عيدك. اليوم معايا ضيف. اليوم اليوم جيتكم ضيف. لا لا انا اللي الضيف دوكا. رحب بيا. جيت ضيف عندنا. رحب بيا باش انا نقول لك. انا نحبك وروح. شكرا لك، يعطيك الصحة. انا فرحت كي بعثتوا لي انفيتاسيون وجيت ليكم. انا فرحت كي انا اللي فرحت. انا فرحت كي بعثتوا لي الانفيتاسيون. واش عجبك واش عجبك في الصحافة؟ علاش حبيتوا لي صحافة؟ عجبني المدير تاعكم. صح. نقرا في مؤسسة مالك. سنة رابعة ابتدائي. وتشوف فيا يما. وجه لها تحية. هاي كي تشوف فيك اليوم العيد. راهي تشوف اليوم العيد. نحبك بزاف. شحال بزاف؟ نحبك ألف. ألف برك. ألف مليار. ألف مليار. مليحة تكزيستي. نحب صحابي عبد النور. زكي موحى. نحب طاطا نعيمة. اختي سيام كاينة. مومو يوسف. وماريو. هذا مكان. هذا مكان. وانا ما تحبنيش. نحبك. شحال من وصول. انت والمدير. يعطيك الصحة ريان، وربي يحفظك ويسترك. إذا هذو هما شباب الجزائر وشباب اللي رانا نستناو فيهم إن شاء الله يبنيو الأجيال القادمة. كان معايا ريان. ريان صحة عيدك. الجزائر. حنا قعدوا اخويا. هذه هي واللي راهم يشوفوا فينا كذلك الاطفال. نقول لكم مرحبا بكم في قناه الجزائر انوان، قناه الشباب والعائله، وكما نقولوا الشباب باطفالها برجالها اللي ان شاء الله يكونوا هم قاده المستقبل. يلا نروحوا فاصل اخر ونعاودوا نرجع لكم.